الوقت ما تحتاجها بتيجي في الوقت وفي الميعاد والمكان. ودي وليد ازارو، وليد ازارو والشباك داره، وليد ازارو والشباك داره، وزار الشباك، زار الشباك بهدف خامس. وليد ازارو هدف خامس للنادي الاهلي. ادي وليد يلعبها جميله في المقص الايسر لمرمى كريم حافظ، لكن صاحب الموال والروايه والحكايه اللاعب احمد حمودي. وادي وليد ازارو يسكنها الشباك كانه بيركن ركله جزاء. هدف خامس للنادي الاهلي، وباطن القدم، باطن القدم من وليد ازارو في الشباك في المقص الايسر لمرمى الحارس كريم محفوظ، يسكنها الشباك خماسية.